تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي، وأيضا بالشراكة مع مستشفى الزهراء. تقدم لكم الهيئة هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نحو مستقبل صحي أكثر صحة وأكثر سعادة. إذا نطرح في هذا البرنامج مختلف الموضوعات الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع، فأطيب التحيات مني إليكم، محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الإخراج معنا الأستاذ المبدع دائما نمر محمد عبده. طبعا هذه تحيات أيضا فريق الإعداد في قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي على المجهود الكبير الذي يقومون به في إعداد هذه الحلقات اليومية التي تأتيكم من الأحد وحتى الخميس في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق حتى الساعة الحادية عشر. إذن مستمعينا، يعني مثل ما عودناكم دائما أخذكم في جولة في أهم الأخبار التي طالعتنا بها الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية. أول أخبارنا اليوم عندنا خبر يقول شرب القهوة يوميا يحد من خطر الإصابة بتليف الكبد. تفاصيل الخبر، تعد القهوة مشروبا لا غنى عنه بالنسبة للبعض، وما يزيد تعلقهم بها هو كثرة الدراسات في الآونة الأخيرة حول فوائدها الصحية التي لا تحصى ولا تعد. فقد ربطت دراسة حديثة بين التناول المنتظم للقهوة وانخفاض خطر الإصابة بمرض تليف الكبد، خاصة بين المرضى المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي، وهم أكثر الأشخاص عرضة لتراجع وظائف الكبد. وتوصلت الدراسة الحديثة إلى أن أظهرت أن تناول كوبين من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد بالنسبة تعادل ما بين 43%. ويعد الأفراد في تناول المشروبات الكحولية والتهاب الكبد الدهني والتهاب الكبد الوبائي بنوعية سي وبي من بين أكثر الأسباب أسباب الإصابة بتليف الكبد شيوعا، وهو حالة تتميز بظهور ندبة في الكبد ما يؤدي بدوره إلى حدوث فشل كبدي. وفي حالة الإصابة بتليف الكبد يحل النسيج المتليف مكان النسيج السليم، ما يعيق قيام الكبد بوظائفه بشكل طبيعي ويصبح غير قادر على إنتاج مواد مخثرة، ويعجز عن القيام بتنقية الجسم من السموم. ومن أجل تلافي تفاقم المرض وعلاجه بشكل مبكر، قام الباحثون بدراسة أجريت على 430 شخص، وجدوا أن تناول كوب واحد من القهوة في اليوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد المعروف بتشمع الكبد الناتج عن إدمان الكحول بنسبة تصل إلى 22%، وأن زيادة تناول القهوة تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض. خبر آخر يقول ابتكار طريقة فعالة لمكافحة قشرة الرأس. علماء البيولوجيا في جامعة شنغهاي الصينية ابتكروا طريقة فعالة لمكافحة قشرة الرأس، وتدل الدراسة التي أجروها على أن قشرة الرأس ناجمة عن الإخلال ببنية الجراثيم التي تقطن بشرة الرأس. يرى العلماء
أن زيادة كمية تلك الجراثيم تساعد على تحسين حالة البشرة وزوال المرض. وكان من المعتقد سابقا أن خميرة فطر ميكروي هي التي تسبب ظهور قشرة الرأس، إذ أنها تأكل دهن الجلد الذي تفرزه الغدد الدهنية وتنتج حمض الأوليك، فيتسبب هذا الحمض في انفصال الخلايا الميتة عن الجلد وظهور قشرة الرأس. لكن العلماء افترضوا أن هنالك أسباب أخرى قد تؤدي إلى انفصال الخلايا الميتة، وشارك في التجربة 59 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عام، حيث أخذ العلماء عينات من القشرة في رؤوسهم ليدرسوا مكونات الجراثيم والفطر فيها، فاتضح أن كميات دهن البشرة تبلغ ذروتها في السن التي تتراوح ما بين 15 و35 عام، ثم يبدأ انخفاضها. واكتشف الباحثون أنه ليس الفطر بل الجراثيم تعتبر مسببا رئيسيا لمرض الجلد. يعني قبل 35 يبدأ الواحد شعره يطيح، فأكيد بتخف القشرة. عموما نذكركم بس يا جماعة الخير بحملة كن الأول اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، وهذه يعني هي حملة عالمية للتبرع بالدم، يروج لها نجم الكرة كرة القدم البرتغالي وريال مدريد كريستيانو رونالدو. طبعا هذه الحملة مستمرة لمدة عام، وتهدف إلى تنمية الوعي المجتمع بقيمة وأهمية التبرع بالدم وتحقيق لمحتاجيها من المرضى. طبعا الدعوة مفتوحة أمامكم لزيارة مراكز التبرع بالدم اللي تفتح أبوابها من الساعة 7:30 حتى 7 مساء في حرم مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. يعني أتمنى من الجميع المساهمة في هذا العمل الإنساني. طبعا في عندنا من بين الأخبار اللي منقولها يعني خبر يقول إجازة أول دواء لعلاج الهلوسة. صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرا على طرح أول دواء على الإطلاق لعلاج الهلوسة والضلالات التي تصيب بعض مرضى شلل الرعاش اللي معروف بالبارينسون، ويعرف الدواء الجديد باسم نوبلازايد، ويحتوي على المادة الفعالة بيمافانسرين، وهو يعتبر دواء رائع سيفيد عدد كبير من المرضى الذين يتعرضون لهذه الاضطرابات. وتصيب الهلاوس والضلالات نحو 50% من مرضى شلل الرعاش خلال إحدى فترات الإصابة بالمرض، حيث يسمع أو يرى المريض أشياء غير حقيقية أو يعتقد أشياء لا صحة لها على الإطلاق، ويتسبب ذلك في نشوب مشكلات حقيقية مع الأشخاص المقربين من مريض شلل الرعاش، وهو ما يبرهن على قيمة الدواء الجديد. وتم التأكد من فعالية عقار نوبالازايد بعد خضوع 199 شخصا لتجربة إكلينيكية استمرت 6 أسابيع وكانت النتائج إيجابية، وأثبتت فعالية العقار الجديد في تقليل معدل وحدة أعراض الهلوسة والضلالات التي تصيب بعض مرضى شلل الرعاش. ومن أبرز الآثار الجانبية التي يتسبب فيها العقار الجديد تورم الكاحل والساقين والقدمين بسبب تجمع السوائل في أنسجة هذه الأعضاء والغثيان. وما نطلع معاكم مستمعين الكرام إلى فاصل قصير، وبعد الفاصل ما نرجع لكم إن شاء الله، فابقوا معنا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. مستمعينا أعتقد عندنا مداخلة هاتفية، بس قبل أن نأخذها خلونا نذكركم بأرقام التواصل معنا على رقم 600-551-414، وعبر الرسائل النصية يمكنكم إرسال استفساراتكم ومداخلاتكم على الرقم 4006. وناخذ هذه المداخلة معنا. لو
السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يسعدك، وأنا مش دكتور. كيف حالك؟ الله يسلمك، أمرني أشكرك على البرنامج اللي تقدمه، وايد نستفيد منه ومن معلوماتك، ويعني وايد نستفيد منها ما شاء الله عليك، الله يوفقك. الله يسعدك يا رب، والهدف دائما هو يعني صحتكم وسعادتكم، أمرني. الله يخليك. نتعرف عليك، بس أنا ما أعرف اسمك. أسامة. أسامة، أهلا يا أسامة. نعم. سؤال أو استفسار بخصوص كثير في القنوات التلفزيون نسمع دعاية أو نشوف دعاية على حبوب التخسيس وحرق الدهون وهذا وهذا، هل هذا يعني في حبوب تفيد من أثار السمنة أو زيادة الدهون المتراكمة في البطن وهذا، أو في حبوب تنصحنا فيها مثلا أو شيء؟ طيب أسامة، أنا بقول لك شيء، كان في تحذير من إدارة الصيدلة في صحة دبي من مخاطر الأدوية هذه اللي تباع عبر يعني المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لخطورتها على الصحة العامة، وأيضا التحذير كان شامل أكثر من 95% من الأدوية والمكملات اللي هي تأتي مزيفة ومغشوشة. زي هذا من جانب. من جانب ثاني، الإدارة أكدت أن نسبة كبيرة من هذه المنتجات هي مقلدة ومغشوشة وتفتقر إلى الفعالية الدوائية، وبالتالي هي ما بتفيد من يعني تتطلب حالة الصحية المنتج المطلوب، لأن أحيانا تكون معدلات السمية في هذه الأدوية المقلدة تعتبر عالية جدا إذا ما كانت هذا. الآن هذا من جانب الأدوية اللي يتم ترويج لها سواء على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على الإنترنت. بالنسبة للأدوية الأخرى اللي تكون مرخصة، نحن دائما نقول يجب اتباع الوصفات الطبية في هذا المجال. سؤالك جميل جدا، أنا أوعدك أني بخصص له يعني في الأسبوع القادم بحاول أخصص حلقة كاملة عن هذا الموضوع، نتكلم فيه بالتفصيل مع المختصين في هذا المجال سواء كانوا من إدارة الصيدلة أو حتى من إدارة التغذية السريرية، ومنو منو منو ممكن قد يكون له يعني علاقة بهذا الموضوع. فأنا شاكر لك هذه المدافعة. أنا بطلب منك أمانة، يعني بحكم معرفتك ودرايتك، بس يريد يعني تقول لي على اسم مثلا حبوب تكون أوكي وتكون مضمونة. شوف، هذا أكبر خطأ ممكن تسويه يا أسامة، أكبر خطأ أنك أنت تأخذ يعني كلام من أشخاص معينين من غير ما ترجع للفحص، من غير ما يفحصون دمك، يعني في أمور كثيرة يا أسامة تتعلق بهذه الأمور بهذه الشغلات. فأنا أنصحك تروح تسوي الفحوصات كاملة. زين، بعد الفحوصات هذه أصلا حتى العلم يعني فيها جوانب كثيرة ممكن حتى يحددوا لك أحيانا أنت تكون عندك حساسية من بعض الأكلات حتى، فما بالك على فكرة أنا ما الحمد لله ما عندي كرش، بس اللهم شوية بس مش كثير، يعني ممكن ما يبان إني عندي. أنت تلعب في الجيم وكذا؟ أكره الرياضة. زين، هذه بعد مشكلة ثانية سامة، بس عموما أنا أنصحك لازم خل أحد الأطباء يشوفك ويفحصك وسوي تحليل للدم، هذا وايد ضروري عشان تعرف شو الأشياء اللي أنت تحتاجها. وشاكر لك هذه المداخلة يا أسامة، شكرا جزيلا. شكرا. معانا منو؟ الدكتور سهيل. جميل، دكتور سهيل الركن، استشاري أمراض المخ والأعصاب. دكتور صباح الخير، واليوم نحن نتكلم معاك يعني عن التميز ومنصات التتويج. اليوم الهيئة تتبنى واحدة من الجوائز المميزة اللي تعرف فيها عن اعتزازها وتقديرها للعلماء والباحثين من الأطباء والمتخصصين. يعني هذه الجائزة هي جائزة هيئة الصحة بدبي للأبحاث الطبية. تسمعني دكتور؟ اي نعم، اسمعك استاذ محمود. ممتاز، يا ليت تخبرنا عن هذه الجائزة دكتور. اول شيء صباح الخير على المستمعين الافاضل. جائزة هيئة الصحة للأبحاث الطبية هي فكرة جت من
القطاع الطبي حقيقة عندنا في الهيئة لدينا الكثير من الباحثين على مدار 15 سنة الماضية. تشارك مستشفيات الهيئة وعيادات الهيئة في كثير من الأبحاث على مستوى الدولة المحلي الإقليمي والعالمي، خاصة في تخصصات نادرة يتم مشاركة بالأبحاث العالمية فيها، مثل تخصص القلب، الأعصاب، تخصص اللوكيميا وأمراض الدم أيضا، كما أن في التخصصات العامة مثل طب الأسرة يتم مشاركة في مثل هذه الأبحاث. الفكرة انطلقت من معالي حميد القطامي حيث حرص على تكريم الباحثين في الهيئة في هذا المجال. فلدينا احنا حقيقة لجنة الأبحاث وأخلاقيات الطبية اللي أنا أترأسها، فقمنا بالإعلان عن فئات الجائزة وهي 5 فئات، من أطباء الفئة الأولى، أطباء الإقامة الفئة الثانية، فئة التمريض، فئة المهنيين في الهيئة، وأيضا فئة فريق البحث الطبي وفئة طلبة الطب. الحمد لله تم مشاركة أكثر من 65 فرد أو فريق بحثي لهذه الجائزة. اليوم هو الحفل لهذه الجائزة، الحفل الأول السنوي لمثل هذه الجوائز. تهدف الجائزة إلى دعم البحث الطبي، تهدف الجائزة إلى تكريم الباحثين المتميزين على مستوى هيئة صحة دبي في هذا المجال أستاذ محمود. جميل. دكتور، كم ما شاء الله شخص بتكرمون اليوم أو حاصلين على فئات الجائزة هذه؟ نعم، فئات الجائزة كما ذكرت هي 16 فئة. سيتم تكريم 13 فائز في الفئات مجموعها. في فئة الأطباء إن شاء الله يكرم 3 استشاريين في هذا المجال، فئة طلبة الطب، فئة التمريض 3 أيضا، فئة فريق العمل فاز فريق عمل مثالي حقيقة في هذا المجال. بعد ما احنا الجائزة بعد ما أعطيت فما نقدر أقول منه الناس اللي فازوا. نعم. دكتور، يعني الهيئة عادت تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي في دبي دعما لتوجهاتها الجديدة، وأبغي أتحدث يعني عن العمل العام اللي تقوم به هذه اللجنة. لجنة الأبحاث الطبية والأخلاقيات هي لجنة مهمة جدا حقيقة. هدف اللجنة الرئيسي هو أن نطاق عمل الباحثين يكون آمن، سلامة المرضى، سلامة ومراجعة البروتوكولات التي تقام عليها مثل هذه الأبحاث. أيضا تقوم اللجنة بمتابعة المسائل المالية المتعلقة بهذه الأبحاث، لأن لدينا عدة مؤسسات على مستوى الدولة وعلى مستوى العالمي تدعم الأبحاث الطبية، ومنها الشركات الطبية. على سبيل المثال لدينا جائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للأبحاث الطبية حيث تدعم كثير من فعاليات الأبحاث في الهيئة. لدينا جائزة الجليلة تدعم سنويا عدة باحثين في مجالات متنوعة، وأيضا لدينا هارفارد فاونديشن حيث تقوم سنويا بدعم بعض الباحثين في الهيئة، كما تقوم شركات الأدوية العالمية بدعم الأبحاث على مستوى الهيئة من خلال الأدوية التي يقومون بالبحث عليها. فاللجنة هذه تقوم بمراقبة هذه الأبحاث، تقوم بالتدقيق على سلامة البروتوكولات المستخدمة، كما تقوم اللجنة أيضا ببعض التوصيات لتطوير أدوات البحث التي يقوم بها فريق البحث، وأيضا بالمتابعات المالية شكل ما ذكر. جميل. دكتور، يعني دائما ما القيادة العليا، سواء أنا أتحدث عن القيادة العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأيضا نائب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله، دائما ما يوجهون بأهمية ترسيخ البحوث العلمية في كافة المجالات، فما بالك في المجال الطبي والمجال الصحي، وهو من المجالات المتميزة عالميا في مختلف البحوث، وتصرف عليها الدول يعني مليارات. الآن هنا في إمارة دبي نحن نتحدث من خلال وجود مثل هذه اللجنة،
يا ترى ما هي التطلعات المستقبلية لتعزيز البحث العلمي سواء في إطار هذه الجائزة، جائزة هيئة الصحة بدبي للأبحاث الطبية، أو من غيرها من الجوائز اللي تتواجد دعما للعاملين في السلك الصحي؟ سؤال جدا جميل أستاذ محمود. تتطلع اللجنة حقيقة بالرؤية والاستراتيجية الجديدة التي أقرتها حكومة دبي للمجال الطبي والبحثي على مستوى الإمارة إلى تطوير آليات البحث الطبي، حيث من الأشياء المستهدفة حقيقة إقامة مراكز أبحاث تابع حكومية أو خاصة لهذا المجال لزيادة فعالية الأبحاث الطبية على مستوى الإمارة والدولة. رقم اثنين، تسعى اللجنة إلى إيجاد كراسي بحثية، هذه موجودة على مستويات عالمية أستاذ محمود، حيث أن يقوم بعض التجار الشركات أصحاب رؤوس الأموال بعمل كراسي بحثية باسمهم، يقومون سنويا لمرض معين، مثلا نقول مرض الباركنسون، في كرسي بحثي سنويا يتبرع التاجر والمؤسسة والجمعية الخيرية بمبلغ معين لهذا الكرسي البحثي لعمل الأبحاث بهذا الخصوص. فهذه من الأشياء التي نسعى لها، شيء جديد بيكون على مستوى الإمارة والدولة حقيقة، الكراسي البحثية، أيضا مراكز الأبحاث المعتمدة أيضا. جميل، هذه أنا بعد أنا أوجه صوتي وأدعمه في صوتك دكتور، إن مسألة ضرورة توجه الشركات العالمية أو الشركات المتواجدة في دولة الإمارات، وأيضا رجال الأعمال بضرورة دعم مثل هذه المفاهيم أو مثل هذه التوجهات الخاصة بالبحوث الصحية. دكتور يعني نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق دائما، ونشد على إيدكم في هذه الجائزة القيمة جدا في معناها، القيمة جدا في مردودها، جائزة هيئة الصحة بدبي للأبحاث الطبية. تبغي تضيف شيء دكتور قبل لا أختم؟ أكرمك الله أستاذ محمود، شكرا على التغطية ولكم كل الإرسال. شكرا جزيلا. كان معنا الدكتور سهيل الركن، استشاري أمراض المخ والأعصاب في مستشفى راشد، وأيضا دكتور هو رئيس اللجنة، لجنة أخلاقيات البحث العلمي في هيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا لك. مرحبا سامي. يا هلا. إذن نبارك لجميع الفائزين بهذه الجائزة، وأيضا نبارك كذلك للعاملين في هذه اللجنة الذين يعني حاولوا قدر الإمكان ترسيخ نواة لتعزيز البحث الطبي والبحث في المجال الصحي. وأيضا حقيقة هي كلمة شكر، يعني ما أبغي أقولها بهذا الشكل أن تبين أن هي مبتذلة، لكن هي للأمانة كلمة شكر توجه بصدق لهذا الإنسان، لمعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي، على دعمه المستمر ودعمه الكبير لجميع الأفكار التي تساهم بشكل أو بآخر في تعزيز في تعزيز الأبحاث العلمية، في تعزيز إيجاد بيئة صحية في هذه الإمارة، سواء كانت هذه البيئة داخلية بالنسبة للموظفين العاملين في هيئة الصحة بدبي، أو من خلال الخدمات التي تقدم بشكل عام في إمارة دبي. فكل الشكر لمعالي حميد القطامي، الشكر الأكبر كذلك لموظفي هيئة الصحة بدبي على يعني ما يقدمونه من خدمات في إسعاد العملاء وإسعاد هذا المجتمع الخير والطيب. عموما فاصل مستمعينا، بعد الفاصل ما نرجع عندنا موضوع آخر، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة والسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا مستمعينا، يتزامن الأسبوع قبل الأخير من مايو
بداية من يعني يوم 17 من كل عام مع فعاليات التوعية اللي تطلقها منظمة الصحة العالمية حول ارتفاع ضغط الدم المعروف بالقاتل الصامت. يحمل هذا العام شعار اعرف ضغط الدم لديك. طبعا المنظمة أكدت على ضرورة تجنب تناول الوجبات السريعة اللي تحتوي على كميات عالية من الملح والمأكولات المعلبة، ودعت في المقابل إلى تناول الطعام القليل الدسم وتجنب الضغوط النفسية قدر الإمكان وأخذ قدر كافي من النوم العميق، فضلا عن الحفاظ على الوزن الطبيعي وممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي. الآن يسعدني أن أستضيف معي عبر الهاتف دكتورة إيمان إبراهيم اختصاصي أمراض القلب بمستشفى دبي، بنتكلم معها عن اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم. حياك الله معانا دكتورة إيمان. أهلا وسهلا. يا أهلا دكتورة. يا ليت شوية بس ناخذ بداية يعني معلومات عامة وشاملة عن ارتفاع ضغط الدم، يا ترى لماذا سمي بالقاتل الصامت؟ وفي الحقيقة هو الضغط طبعا أنواع أو يعني في قراءات مختلفة، ممكن بنقسمه أولا على أساس أنه ضغط ما قبل الضغط وضغط بسيط أو ضغط مرتفع. مرتفع بيكون برضو متوسط أو شديد. أوكي، وليه بيسموه بالصامت القاتل الصامت؟ أنه المريض ممكن يقعد سنين وسنين وعنده الضغط هو مش لا يشعر فيه، يعني يعني يحضر على المستشفى أو على العيادة بس لما يكون تعرض للآثار الجانبية للضغط اللي هي الجلطة سواء في القلب أو في الدماغ أو أثر على الكلى أو أثر على العيون. فعشان لهذا السبب يعني بيكون دايما أنه الواحد مش حاسس فيه إلا لما يحصل مضاعفات. جميل. فعشان كده المفروض انه الواحد يعني كل ما في سن معين او كل ما تحصل له فرصه انه يشيك على ضغطه، خصوصا لو في عنده مثلا فاميلي هيستوري اللي هو عنده مثلا حد في العائله عنده امراض ضغط او امراض قلب، لازم يكون يعني اكتر عنده وعي انه لازم يشيك على 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 ضغطه عشان يعرف البيز لاين اللي هو واقف عنده. يعني جميل، يعني اعراض الاصابه بضغط الدم المرتفع ما تظهر على المريض في الفترات الاولى، ممكن يعني الواحد لازم يعرف مستويات ضغط الدم بشكل منتظم ومستمر للقيام باي تدخلات مهمه وضروريه مثل ما ذكرتي دكتوره. لكن خلينا نتكلم على اهم التوصيات لتجنب الاصابه بارتفاع ضغط الدم. اوكي، اول حاجه احنا طبعا في عوامل اللي هي عوامل وراثيه ما حدش يقدر يتحكم فيها لانها خلاص في جيناته. اوكي، بس في عوامل غير وراثيه زي ما تفضلت من شويه انه يتحكم في نوع الاكل، يتحكم في النشاط الرياضي. اوكي، ما يتوقف عن تدخين السجائر او ما يبتديش فيها اصلا يعني. اوكي، فها هي الاشياء اللي احنا ممكن نزود الوعي الناس عليها، اللي هي الممارسة الأنشطة الرياضية بأي أنواعها، والغذاء اللي يكون صحي، يبتعد عن الوجبات السريعة زي ما تفضلت، يبتعد عن الأكل اللي فيه ملح زيادة. أوكي، ويكثر من الأكل اللي فيه الأكل الصحي والخضروات والفاكهة. أوكي، وطبعا ما يبتعد عن التدخين، لأنه التدخين برضو بيأثر على شرايين الدم وبيرفع ضغط الدم. جميل دكتورة، بالنسبة للأغذية اللي يجب أن يتناولها، يعني سواء كانت ممكن أن تكون مفيدة لمعالجة مثل هذه الحالات، شو هي الأغذية اللي نحن عرفنا أن يتجنب الأغذية السريعة التحضير أو الوجبات السريعة وكذا اللي فيها الملح والمأكولات المعلبة، لكن شو الأغذية اللي لازم يأخذها؟ يعني هو أهم قاعدة رقم واحد إنه الأكل اللي بتشتريه من برة أو الأكل المعلب أو الأكل الجاهز هذا كله أكل مش صحي، يعني لازم يتجنبه قد ما يقدر. إنما الأكل اللي بيتحضر في البيت في المنزل، لأنك أنت بتبقى جايب المكونات الأكل وأنت عاملها بنفسك، فهاي هاي 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 يعني 100% هاي صحية. أوكي، يعني لازم يكون مثلا طبق السلطة هذا أساسي إنه يأكله. أوكي، في مثلا يزود زيت الزيتون، يزود مثلا في الثوم يعني من الاشياء اللي بتساعد انه حتى لو الضغط شويه عالي ممكن ينزل شويه، وانه ما يحتاج للعلاج في بدايه مراحل امراض الضغط ضغط الدم.
جميل. في سؤال يقول إذا ضغط الدم عندي وراثي دكتورة، كيف ممكن أتعامل مع هذا المرض؟ أيوة، هو اللي عنده وراثي لازم يكون واعي للموضوع من بدري، ما يستناش للمشاكل تحصل له، بأنه دايما يشيك على ضغطه زي ما قلت قبل شوية. ثانيا أنه مثلا يعني هو عنده ريسك أكتر، أنه لازم يشيك على الكوليسترول، لازم يتأكد مثلا أنه ما عنده ارتفاع بسكر في الدم، لأنه هاي الأمراض كلها بتلاقيها ساعات مجتمعة في شخص واحد. أوكي، بعدين عندك لازم انه ما يعني يبتعد تماما عن التدخين. هاي الاشياء كلها بتسبب اصلا في ارتفاع الضغط، وبيكون حتى ساعات الضغط يعني مش سهل علاجه. جميل دكتورة. طيب الان نحن نتحدث عن نمط حياة يجب ان يتغير بالنسبة للي يعانون من ضغط الدم المرتفع. ذكرت الرياضة وذكرت كثير من الامور، لكن ماذا عن العلاجات الدوائية وشو هي الخدمات اللي تقدمونها في هذا المجال في مستشفى دبي؟ اوكي، في احنا طبعا في عندنا مستشفى دبي بنعالج امراض الضغط وامراض القلب والسكر، وبالاضافه للمستشفى نفسه الرئيسي في العيادات الخارجيه. اوكي، اللي هي العيادات اصلا لما يكون حاله الضغط بسيطه او مجرد مثلا ياخذ نوع واحد من الادويه او نوعين وحالته من غير اي مضاعفات بالنسبه للضغط على القلب او على الكلى، بيروح على المراكز الصحيه، بيكون مثلا كل شهرين او كل ثلاثه لازم يشيك على الضغط ونشيك على فحص الكلى وفحص السكر بانتظام، وفي كل زيارة بنقيس الضغط والنبض. بنعمل في المستشفى فحص اسمه اللي هو تخطيط القلب، عشان نشوف هل الضغط اللي عنده أثر على عضلة القلب، هل عمل فيها تضخم. لو لقينا التخطيط فيه شوية تغيرات بنحجزه للأشعة اللي هي الالترا ساوند، الايكو بنسميه، الايكو كارديوغرام، اللي هي بنشوف بالضبط، بنقيس عضلة القلب، تضخم سمك العضلة ووظيفة العضلة، لأنه طبعا الضغط على بعد سنوات، خصوصا لو كان الضغط مش منتظم وما كانش العلاج يعني مواظب عليه بانتظام وعامل كنترول لضغط الدم، بيأثر على عضلة القلب، بيأثر على يخلي جدار العضلة سميك. كل هاي الأشياء بنرجعها بنعملها، وبعدين مثلا كل سنة بنعمل فحص دوري على على عضلة القلب وحجم القلب. طيب دكتورة، شوي سؤال يمكن يكون بحكم الخبرة عندك، يعني أكثر الحالات اللي ممكن تيجي هي، هل هي للرجال أم النساء أم الأطفال؟ لا، الرجال أكثر، بعدين النساء، والأطفال يعني لا أقل. غالبا الطفل اللي بيكون عنده ضغط بيكون في يا إما سبب وراثي شديد، يعني مش وراثي عادي، لأنه عادة حتى أمراض الوراثة بتظهر بعد سن 30 أو 40. في رأيك ليش الرجال أكثر من الحريم دكتورة؟ المسؤولية يمكن، بس هو أصلا طبعا بصفة عامة أمراض القلب والضغط الست يعني بتكون protected منهم بهرمونات الهرمونات يعني. صحيح. بعد سن اليأس بيتساووا الرجال والنساء في الموضوع. ثانيا يمكن يعني عادة الرجال أكتر في منهم مدخنين، وزي ما قلت قبل شوية أنه التدخين برضو أصلا بيأثر على، بيعمل تصلب الشرايين وبيحصل ضغط، بيزيد ضغط الدم. جميل. إذن دكتورة يعني باختصار ممكن نوجز العلامات والأعراض اللي قد تحدث بالنسبة لضغط الدم، وأيضا كلمة أخيرة تبغين توجهينها للمستمعين من خلال عندك دقيقتين تقريبا دكتورة. أوكي، طبعا أهم حاجة المريض لو زي ما قلنا أنه لو عنده حد في العيلة عنده ضغط لازم هو يشيك على ضغطه، لو وصل سن 40 وكان عنده سكر لازم يشيك أكتر على ضغطه، لو حس إنه وزنه زيادة لأنه زيادة الوزن ترفع الضغط لازم برضو يعني يشيك على ضغطه ويحاول يعمل تغيير في اللايف ستايل في حياته. أوكي، لو عنده صداع ممكن يكون علامة، بداية العلامات من الضغط إنه يكون في صداع، يكون تعب في العيون، ساعات بيكون في تورم في الأرجل. اوكي، فكل هاي علامات بتدل انه محتاج انه يعمل تشيك اب على 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 نفسه، على الضغط وعلى السكر. ممتاز دكتورة. مثلا اذا انا قاعد في مكان واحد اغمى عليه يعني مره واحده قد يكون بسبب ضغط الدم او كذا، شو اللي لازم اسويه بشكل سريع اساس اني انا اسعفه يعني؟ لا، عاده ضغط الدم لو لا سمح الله يعني المريض وقع واغمى عليه بيكون حصلت له جلطه في الدماغ مثلا وعملت له من ارتفاع بسبب ارتفاع ضغط الدم. اوكي، يعمل نزيف في المخ بس يعني عرفت، بس عاده بيكون عنده صداع شديد وبعدين بيفقد الوعي.
خلاص اتصل 999 على طول. أيوة. طبعا لو انت بتعرف احنا المفروض في ناس يعني احنا بناخد حاجه اسمها كورسات اللي هي بي ال اس تو اي سي ال اس اللي هي بي ال اس اختصار لبيزك لايف سبورت. جميل. في فئات كبيره من المجتمع لازم تعرف كيف تعمل يعني الاسعافات الاوليه. انا ادري انك مستعجله دكتوره ونحن خذنا من وقتك يعني اكثر من الوقت اللي اتفقنا عليه، فشاكرين لك هذه المداخله. الدكتوره ايمان ابراهيم اختصاصي امراض القلب بمستشفى دبي، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق. شكرا. شكرا معك. طبعا الدكتوره كانت تحدثنا عن يعني بمناسبه اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، وأيضا يعني في عندنا ما شاء الله زيارة جميلة جدا من عدد كبير من الطالبات. تفضلوا تفضلوا، خلينا نتعرف عليكم. أنتم من مركز سمية الإعلامي جايين تزورونا في الإذاعة. أول شيء خلينا نتعرف عليكم. أنا الإعلامية مدية البدواوي من مركز سمية الإعلامي، تحديدا مدرسة سمية بنت خياط من الصف 11 متقدم. ما شاء الله مدية. وأنتي؟ أنا الإعلامية نجد علي بلواوي من مركز سمية الإعلامي مدرسة سمية بنت خياط من الصف الثامن. ما شاء الله عليكم. أبغى أتكلم معاكم أنا عن ثقافتكم الصحية، بما أنكم أنتم في هذا المركز الجميل مركز سمية الإعلامي، خبروني شو اللي تعرفونه عن الأمور الصحية اللي لازم تسوونها في حياتكم. طبعا لازم نعمل تمارين رياضية يوميا إنها تساعد إنه يكون عندنا جسم سليم، نبتعد عن أمراض السكري المنتشرة في الدولة، ناكل أكل صحي وسليم. وانتي نجود؟ التغذية السليمة والرياضة. الرياضة ما شاء الله عليكم، يعني أنا معظم الطلب اللي أشوفه مهني في هذا المركز يعني لين الحين ما شفت ولا وحدة متينة، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا دليل على أن في عندكم توعية مهمة جدا بأهمية أن الواحد يحافظ على وزنه يحافظ على صحته. الحين بالنسبة لوجودكم في هذا المركز، خبروني شوية عن المركز هذا، شو اللي تسوونه بالضبط؟ بما أننا نحن في مركز سمية الإعلامي عندنا أكثر من قسم، قسم التصوير وقسم المونتاج وقسم الإذاعة المدرسية، حبينا نزور مؤسسة دبي للإعلام عشان نتعلم يعني الخبرات اللي عندهم نعكسها في مركزنا الإعلامي. ويسووا لكم هناك نشاطات رياضية في المركز وهذا؟ طبعا ولا؟ عندنا أنشطة يعني تحد من السمنة في المدرسة، عندنا وجبات غذائية صحية يعني بين فترة وفترة، وعندنا يعني الحصص الرياضية. جميل. كذلك شاركنا في برنامج الشيخ محمد بن راشد للرياضة واللياقة البدنية لمكافحة السمنة. يا سلام عليكم، ممتاز جدا، أنا وايد فخور فيكم. طبعا مدية ونجود هما نموذجين فقط موجودين من نماذج كثيرة موجودة معانا في الاستوديو. نحن شاكرين لكم هذه الزيارة وشاكرين للقائمين على هذا المركز مركز سمية الإعلامي، وأيضا اهتمامهم بصحة المنتسبات لهذا المركز. نتمنى لكم التوفيق ويعطيكم ألف عافية وشرفتونا. مشكور، نشكركم على حسن استضافتكم. إذا مستمعينا نحن تقريبا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، لكن في الختام أنا بس أبغي أذكركم ببعض الأمور. عندنا حملة كن الأول في التبرع بالدم، هذه الحملة اللي أطلقتها صحة دبي، هي حملة عالمية للتبرع بالدم، يشرف عليها نجم كرة القدم البرتغالي ونجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو. طبعا الحملة مستمرة لمدة عام، تهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم وتحقيق الكميات الكافية من الدم لمحتاجيه من المرضى. اللي حاب يتبرع ممكن أن يتوجه إلى مركز تبرع بالدم في حرم مستشفى لطيفة من الساعة 7:30 حتى 7 مساء، الجماعة موجودين، وأيضا هنالك بعض وسائل أخرى اللي هي إذا كان في توجه للحافلة حسب الجدول المقرر لانتقال الحافلة أو بنك الدم المتنقل في إمارة دبي. طبعا للأمانة سعيد جدا بالمداخلات وسعيد جدا بالرسائل النصية. أنا كانت عندي مشكلة في أني أفتح الرسائل النصية، لكن المشكلة كانت من عندي أنا يعني مو من السيستم. كنت أتصور أن المفروض أن يسوي رفرش بروح لكن ما شفته، لكن عموما الرسائل اللي جتنا كانوا يتحدثون حقيقة عن
شكر جزيل على هذا البرنامج المميز والعاملين من هيئة الصحة والأستاذ الكبير نمر محمد مع تحيات أبو مصبح السويدي. أيضا أبو عبد الله أرسل لنا كل ما ذكرته صحيح عن ضرر أدوية تنقص الوزن، لكن يتساءل عن دور هيئة الصحة في دبي ووزارة الصحة ومبادراتها في منع دخول هذه الأدوية إلى داخل الدولة وهي تملأ كل الصيدليات تقريبا. يعني هنالك يعني أكثر من دائرة وأكثر من هيئة هي معنية بهذا الموضوع عبد الله، والكل يعني يقوم بدوره بشكل كبير. أنا ما أبغي أتكلم عن الأدوار الخاصة بالمؤسسات الأخرى، لكن الفكرة تماما أن الواحد يوعي نفسه. دائما الواحد لازم يكون عنده توعية خاصة بنفسه، ونحن من خلال هذا البرنامج نحاول قدر الإمكان أن نعزز هذه المسألة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم بإذن الله في مطلع الأسبوع القادم. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة، ودائما في الختام تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ومن الإخراج كان معنا الأستاذ المبدع دائما نمر محمد عبده، وكل الشكر لمركز سمية الإعلامي أنهم زارونا في الاستوديو، وأيضا الشكر الكبير لكم مستمعين الكرام. ونقول لكم في الختام شو، دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.